تزامنا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رابع محطات الجولة الخارجية مملكة البحرين، انطلقت منتدى الأعمال السعودي البحريني تحت شعار التكامل الاقتصادي الذي قام على بحث فرص التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة وفق آفاق جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة. لمعرفة تفاصيل المنتدى وأبرز مضامين ينضم معنا من البحرين مراسل الإخبارية محمد الحمادي. صباح الخير أخوي محمد. يسعد صباحك محمد. صباح النور ثامر وبدور، صباح الورد والجمال والإبداع والاقتصاد أيضا في هذا المنتدى، منتدى الأعمال البحريني الاقتصاد أصحاب الأعمال البحريني السعودي. وهذا المنتدى الذي سيبدأ بإذن الله سينطلق في تمام 10:30 حتى 3:00، هناك العديد من الموضوعات التي ستطرح ضمن هذا المنتدى الذي يعد أيضا فرصة للتواصل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية والبحرين. نتحدث ربما عن أبرز هذه الموضوعات التي ستطرح في هذا المنتدى، أولا الجانب الصناعة والطاقة، ثانيا أيضا دور الاتفاقيات الاقتصادية في عملية التنمية بشكل عام، وكذلك فرص التكامل في القطاع العقاري. نتحدث أكثر مع الأستاذ عبد الرحمن العطيشان وهو رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال البحريني السعودي. أستاذ عبد الرحمن، هذا المنتدى بالتأكيد يأتي أيضا تزامنا مع جولة ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الذي أيضا سوف تكون له وقفة هنا في مملكة البحرين. حدثنا عن أهمية إقامة مثل هذا المنتدى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للجميع. أول شيء نشكركم والله يعطيكم العافية. طبعا بالنسبة لهذه أول شيء المنتدى ما في شك يقام بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، نخبة من رجال الأعمال بين البلدين في توقيع اتفاقيات أولا، وفيه طرح بعض المشاريع بين الجانبين. هناك أيضا الحث على التكامل الاقتصادي والترفيهي والسياحي بنفس الوقت والعقاري طبعا. اليوم الحضور ما شاء الله مميز ومتميز، أكيد مصاحب زيارة سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، الزيارة الميمونة، الكل مستبشر في مملكة البحرين، احنا مستبشرين أيضا. مجلس الأعمال السعودي البحرين له بصمات جدا رائعة في تذليل أغلب العقبات بين الجانبين، كثير من الأمور تم حلها ولله الحمد، هناك تفاهم جيد ورائع بين الأشقاء في البحرين، تسهيل استثمارات السعوديين في البحرين، السعوديين مستثمرين جيد في البحرين في مجالات مختلفة، منها العقار، منها السياحة، منها الصناعة. أيضا الأخوان في مملكة البحرين لهم استثمارات جيدة في المملكة العربية السعودية من الصناعة والعقار. أيضا نحن نحث على التكامل حقيقة، زي ما يقولوا وين وين، الاثنين يكونوا فائزين في اي اتفاقيه. ما في شك انه بعض الامور الاخرى اللي احنا نحرص ان ننهي اغلب الاشكال اذا كان هناك يوجد، ولكن احنا مستبشرين كثير بهالزياره. عبد الرحمن، هل هناك يعني نتحدث ربما عن ارقام كبيره لحجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين البحرين والمملكه العربيه السعوديه؟ ما هي يعني هذا الحجم؟ هل فعلا هو رقم كبير للتبادل التجاري بين البلدين؟ هو التبادل التجاري بين البلدين طبعا جيد اعتبره انا، وان كنا نطمح لاكثر من هذا، لكن لا يخفى عليكم كوفيد 19 او الجائحه أثرت كثير على التبادل التجاري. في اجتماع سابق تم مناقشة الموضوع وقلنا لازم نشكل مجلس أو فريق عمل لبحث إيش سبب الانخفاض في هذا المجال، وهو إن كان معروف، ولكن لكي يعني يتم التسريع في إرجاع الأمور كما كانت في السابق. الآن بدأت الأمور تتضح جيدا، السياحة والتبادل التجاري بدأ يأخذ ماخذ جيد، وبدأ يرجع خلينا نقول قبل سنتين قبل الجائحة. متفائلين كثير بالجسر القادم إن شاء الله، جسر الملك حمد اللي بيكون له دور جيد وفاعل.
ما في شك أنه اليوم رجل الأعمال السعودي في البحرين يعامل كالبحريني، وأيضا رجل الأعمال البحريني في السعودية يعامل كالسعودي. هذا الحقيقة اللي نسعى له دائما لكي ينمو الاستثمار. الاستثمار بالنهاية إذا ما تذلل العقبات ويكون في وضوح جيد، ولا الحمد لا ننسى رؤية 2030 حقيقة يعني متجهين ما شاء الله اتجاه طيب، وجميع يمكن المطلوب بدأ يتحقق وشفناه يظهر على الطبيعة، وحنا متفائلين. اليوم طبعا بهذا المؤتمر وبهذا التجمع التجاري، أنا أعتبره بحضور أيضا بيحضر وزير التجارة البحريني وبيحضر بعض الشيوخ من الخليفة وكثير من المسؤولين، نعتبره أيضا نجاح ودعم لنا كرجال أعمال لكي نقوم بالأفضل حقيقة، وهذا المتأمل من الجميع. الله يعطيكم العافية، ونترقب بالتأكيد جلسات هذا المنتدى ونتائجه أيضا التي ستعود على الجميع بالفائدة. أنا أشكركم، الإخبارية دائما ما شاء الله عندها خبر طازج زي ما يقولوا. شكرا جزيلا. شكرا تحياتي. إذن يعني بدور وثامر، نتحدث إذا ما أشرت إلى رقم مهم وكبير جدا، عدد الشركات المتوسطة والصغيرة السعودية الموجودة في البحرين يصل إلى قرابة 5000 شركة، وهو رقم كبير جدا. في الربع الأول من 2021 كان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى قرابة 789 مليون دولار. نتحدث عن أرقام كبيرة ومهمة في هذا المنتدى. بالتأكيد هناك سيكون هناك عدد من الاتفاقيات، ستكون هناك أيضا عدد من التواصل بين أصحاب الأعمال. نعم. ودور بالتأكيد القطاع الخاص في عملية التنمية بشكل عام. إذن نترقب انطلاقة المنتدى في تمام 10:30 بجلسات غنية بالتأكيد بالكثير من التبادل الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال المشاركين في هذا المنتدى. نعم محمد، بما أنك في المنامة متواجد الآن، كيف الاستعدادات لزيارة ولي العهد في المحطة الرابعة في جولته الخليجية للمنامة؟ وإيش أبرز الملفات اللي حتكون مطروحة للنقاش؟ نعم بدور، بالتأكيد يعني هناك ترقب كبير جدا واستقبال حافل للضيف الكبير لمملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. هناك استعداد وترقب سواء حكومي أو أيضا شعبي. نلاحظ يعني بدأت الأعلام السعودية تظهر في الكثير من الشوارع في مملكة البحرين، وبالتالي هذا الاستقبال الشعبي. إذا ما تحدثنا عن العلاقات الأخوية وهي العميقة فعلا بين البلدين، وحينما إذا رجعنا تاريخيا إلى عمق هذه العلاقة، فكانت أول زيارة للملك عبد العزيز طيب الله ثراه في عام 1930 للبحرين. الآن تتجدد هذه اللقاءات بين ملوك السعودية، والآن في هذه الجولة الخليجية المباركة والتي بالتأكيد تمخضت عن نتائج كبيرة وما زلنا نجني منها المزيد من النتائج، هناك ملفات كثيرة سوف تطرح لهذا اليوم في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. سيكون هناك استقبال بالتأكيد رسمي وشعبي، وبالتالي هناك ملفات في الجانب الاقتصادي في الجانب السياسي الأمني. سنترقب بالتأكيد عدد من الاتفاقيات وأيضا مذكرات التفاهم التي تسهل عملية التواصل بين البلدين، وبالتأكيد هذه العمق للعلاقة ليس وليدة اللحظة بل هي ذات جذور تاريخية طويلة وممتدة كما تحدث.